عليكم وكل عام انتم بخير. اللهم يا رب نعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والأمة الإسلامية جميعا. والله يجزاكم بالخير. بس عندي انتقادات على قناة ميديا شوي، عدها شوي محتوى، مو شايفة محتوى غير السوريين يعني، فيجيبون السلبيات ويتركون الإيجابيات. وأتمنى تسلطون الضوء على الإيجابيات وعلى الناجحين، تتركون مثل ما يقول الانتقادات على طول على السوريين. السوريين يسيرون، ما في أخبار عن الشيشان، ما في أخبار عن الأوكران، ما في أخبار عن أحد ثاني، بس أنه السوريين السوريين، وهذا النقطة اللي توضح. شكرا، يعطيك الصحة والعافية والجميع إن شاء الله. والله يا أجواء هنا كثير طيبة وشيء يعني مفرح أنه شوف عدد المسلمين هذا كليات وين موجودين بالنمسا، شيء مفرح جدا يعني الأمانة. ونتمنى من قناتكم يعني الكريمة شوية تخف علينا شوية يعني انتقادات انتقادات انتقادات، يعني هاي أعمال فردية بالنهاية، يعني شوي نخف شوي على الشعب، على يعني نحاول ناخذ الأشياء الإيجابية بالأحرى. انه شو تعليقك على السلبيات اللي عم نقولها في القناه؟ السلبيات مش ما في سلبيات، سلبيات انه دائما الاخبار السيئه، دائما الاخبار السيئه يعني مثل كتابات الاشخاص، هي اكثر شيء ازعجني للامانه. يعني فيك تنكر انه هذول الشباب او فئه من الشباب اللي هم ممكن يكونون سوريين او من جنسيات اخرى؟ مزبوط. يعني تنكر انه هذا العمل ما يكون مثلا من شباب سوريين جاهلين بالقوانين؟ او هو اكيد هو بالنهايه عمل فردي، عمل شخص او شخصين، عمل ضد القانون، وانا كشخص ضد هذا الشيء، يعني لانه تعيضر صوره سيئه للشباب السوري المتواجدين بفيينا بالاحرى. بس انه شوي نخفف انتقادات، يعني بالنهايه عمل فردي، يعني يتحكم يعني كثير اشخاص من جاليات اخرى ومن جنسيات اخرى يكتبون على الحيطان ويسوون هاي الافعال، يعني بالنهايه عمل فردي. يعني هو لك علم، انا بس ما لمقطوع حديثك، لك علم انه هم ابناء الجاليه السوريه هم اللي يبعثونا على الخاص ويبعثونا انشروا هيك يعني؟ بصراحه ما عندي خبر، بس انه هذا الشيء يعني سيء، خبر سيء. طيب بالنهايه الخبر نفسه عم نوضح كره من بريد الصحفه، يعني انه ناس عم ترسل. طب هذا 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 الغايه لبث الفتنه بين ابناء الشعب السوري بالاحرى اليوم. ليش ما تكون الغايه استاذي؟ ليش ما تكون الغايه توعيه للشباب مثلا؟ لا، لانه اليوم انت وقت نحن كلياتنا نعرف انه منبج ولا باقي العشائر الثانيه مثل 508 ولا 511، كل هاي عشائر بالاحرى احنا مسمى عندنا بسوريا عشائر شاويه. فتعتجي انت اذا تفوت على التعليقات نفسها على المنشور تبعك تلاقي انه كثير من التعليقات مسبات من ابناء الجاليه السوريه، ابناء المحافظات والمدينه مثل الشامي ولا الحمصي ولا الحموي، عيفوت عيسب وعيغلط. انت هين بهي العمليه عتبث فتنه بين ابناء الشعب السوري. اذا لاحظت كميه المسبات الموجهه لابناء الشوايا او ابناء محافظات منبج وبين محافظات دير الزور والرقه، تلاقي هجمات قويه من ابناء ادلب وحماه وحمص و يعني لا يكون هم من ابناء المحافظات الاخرى، ممكن ما يكونوا على فكره. بس اولا انت في فضاء حر، صحيح صح ولا لا؟ صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي فضاء حر. خلت الجاهل والعالم يتساوون. مزبوط هذا الكلام. بس انه بالنسبه للمنشورات انت اللي عندك، انا انتقد بهذا الشيء، لا تنشر الجاهل بس سيء لابناء فئة معينة من الشعب السوري. عم تتابع القناة؟ متابع. كمية القصص عن الناجحين اللي بثيناها ماشي ما قليل جدا. طيب مشكلة مين؟ مشكلة مين؟ أنا اليوم عندي حالة سلبية وحالة إيجابية، حالة إيجابية. أنا منشر عن الاثنين، بس الحالة الإيجابية قليلة جدا. لا لا لا، الصفحة موجودة. راح أرجع أتابع مرة، راح أرجع أشهر منشورات كلها بشكل عام. أنا الستوري تبعكم بشكل يومي اول ما افتح الفيسبوك اول ستوري تبعي راح يكون النمسا ميديا. السلبيات السوريين؟ لا مش بالاحرى السلبيات السوريين، بس انه اول ستوري بشوفه هو انتم. شكرا. يا رب ينعاد عليكم بالصحه والخير والعافيه جميعا، على الامه الاسلاميه جميعا، كل عام وانتم بالف خير، والله يعطيكم العافيه. النمسا ميديا ان شاء الله ما تنقلوا لنا الا الاخبار الكويسه عن السوريين، والله يجزيكم الف خير.